بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم رمضان القيم. نسعد بهذه المتابعة أيها الأحبة. اليوم حلقتنا إن شاء الله سبحانه وتعالى تحدث عن كيفية أن نشعر بنعمة رمضان، وسوف إن شاء الله نتحدث عن هذه النعمة العظيمة وكيف نستقبلها إن شاء الله تعالى. كل ذلك بإذن الله مع ضيفي الفاضل الدكتور نواف مزيد السريحي، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور نواف، ودائما أسعد بلقائك. الله يحييك ويرضى عليك. حياك الله، يا مرحبا دكتور نواف. طبعا قدوم رمضان، أن الله سبحانه وتعالى يعني يجعلنا نعيش هذا الشهر العظيم بنفحاته وأجوره العظيمة المضاعفة، لا شك أنها نعمة عظيمة دكتور نواف. لذلك كيف يعني نستقبل هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر العظيم؟ واليوم حلقتنا عن استشعار يعني هذه النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بداية الشكر موصول لك أستاذ حواس وعبيد والأخوة القائمين على هذا البرنامج المبارك، وأسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك في هذا الوقت المبارك في هذه الشاشة المباركة، أن يجمعنا وإياكم ووالدينا في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. لا شك ولا يخفى على علمك الشريف أن المسلم يتطلع إلى مواسم العبادة، مواسم الخيرات. صحيح. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله كلاما جميلا، يقول أن استقبال شهر رمضان نعمة عظيمة ومنة كبرى، ثم قال ويدل على ذلك حديث طلحة. استدل بحديث طلحة لما قال أن رجلان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، في معركة، فاستشهد الأول والآخر، بقي سنة قادمة، ثم مات هذا الرجل الآخر. نعم. مات على فراشه. الله أكبر. فرؤية في المنام أحد الصحابة رأى أن الآخر دخل الجنة قبل الذي استشهد. الله أكبر. هذا استشهد في معركة، واللي مات موته على فراشه دخل الجنة قبل الذي هذا الذي استشهد. نعم. في المعركة. نعم. في يعني أعلى مراتب الإسلام. صحيح. وهي الجهاد، لكنه أخر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أوليس قد صلى كذا وكذا من الأيام؟ الله. قالوا بلى يا رسول. يقصد من؟ نعم. الآخر. نعم. الذي مات على فراشه. صحيح. قال أو صلى كذا وكذا من الأيام؟ قالوا بلى. قال وهو الشاهد أو أدرك رمضان؟ الله أكبر. قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده ما بينهما كما بين السماء والأرض. ما بين السماء والأرض، بينهما من العبادات. نعم. والطاعات. كما بهذا بس بتبليغ رمضان فقط، بالصلوات وبلوغ رمضان. الله أكبر. كما بين السماء والأرض. الله أكبر. والحديث عند أحمد. نستشعر من هذا الحديث وكيف الناس كانوا إلى الآن وبحمد الله يستبشرون، ويعني يبشر أحدهم الآخر في بلوغ رمضان. الآن قبل رمضان بأيام، إذا أعلن في الهيئة. نعم. أن غدا هيئة الرؤية، أن غدا رمضان. كم من المسج يأتيك. نعم. على التلفون. صحيح. وكم من البشرى. صحيح. وكم من الناس تفرح في رمضان، نفسيات الناس ابتساماتهم. طيب أبو عبيد. نعم. ليش الناس تفرح في رمضان؟ جميل. أنت سألتني الآن، أنا أسألك ممتاز. ليش تفرح؟ لماذا الفرح؟ لماذا الفرح؟ الله. لأن فيه صيام وقيام. نعم. لأن فيه العتق من النيران. صحيح. لأن في الناس تفرح في رمضان. الله. لأن فيه تفتح أبواب الجنان. الله أكبر. الناس تفرح في رمضان. صحيح. لأن أبواب تغلق، أبواب النيران. صحيح. تفرح الناس في بلوغ رمضان ودخول رمضان لأن فيه العشر الأواخر. الله أكبر. تفرح الناس أيضا في بلوغ رمضان وشهود صيامه وقيامه لأن فيه ليلة خير من ألف شهر. الله أكبر. ولذلك كل هذا يبين لنا أن رمضان كالمزرعة، تحصد فيها، تزرع فيها، حتى إذا خرج المسلم من شهر رمضان
تربى هذا القلب الذي ملئ حقد وحسد، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان السلف يدعون الله 6 أشهر، نصف سنة يا أبو عبيد، قبل رمضان، قبل رمضان يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. من منا ومن من المشاهدين كان يدعو الله قبل رمضان 6 أشهر أن يبلغه؟ دكتور، بعضنا ربما يعني يدخل رمضان ولا يعلم يعني كم بقي بينه وبين مثلا رجب يعني أو شعبان، لا يعلم صح. ولذلك سبحان الله يعني كم منا كان يدعو الله عز وجل أن يبلغه رمضان. أنا أتكلم عن نفسي قبل أيام، أقول اللهم بلغنا رمضان، لكن السلف الصالح كانوا يدعون الله 6 أشهر، نصف سنة، يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. وإذا دخلوا وصاموا رمضان ومن الله عليهم عز وجل في صيامه وقيامه، وإذا انسلخ هذا الشهر كانوا يدعون الله 6 أشهر أخرى أن يتقبل الله منهم هذا الشهر. لأن ذكر العمل يعني بهذا الشهر لمن وفق الله سبحانه وتعالى، مثل ما تفضلت في الحديث قبل قليل، يعني يرفع بينك وبين الذي لم يبلغ هذا الشهر ما بين السماء والأرض. أحسنت. في الرفعة، في الدرجات، أحسنت. في يعني أحسنت. فأكيد إنسان يفرح، العاقل يفرح دكتور نواف، لا شك. ولذلك كان السلف يقولون اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. الله، انظر يعني كان يهتمون في في في, في شهر رمضان المبارك. نعم. طيب دكتور، يعني هذا الفرح بالتالي مثل ما تفضلت يعني بأن الله سبحانه وتعالى يعني امتن علينا بفضله ورحمته، الرحمن المنان، بأن بلغنا هذا الشهر الفضيل، يعني هذا البلوغ دكتور نواف وأننا شهدنا هذا الشهر، وربما بعضنا، بعض من كان معنا يعني من أحبتنا وأقاربنا وأصدقائنا يعني توفاهم الله سبحانه وتعالى قبل هذا الشهر، يعني ما الذي يجب علينا دكتور أن بلغنا هذا الشهر؟ كيف نستقبل هذا الشهر ونحن قد نكون قبل يعني هذا الشهر، يعني مثل ما تفضلت الإنسان ينتبه لقدوم هذا الشهر الفضيل، كيف نستقبله؟ لا شك أن المسلم يستقبل رمضان بأنه شهر العتق من النيران، ولذلك أن يستقبله بأمور تقرب إلى الله زلفى. الآن لو أردت أبو عبيد أن تسافر الآن، نعم، هل تسافر على قولة ربعنا العمية على فعلك؟ عمياني فجأة، أي على فعلك، وهذا سفر، أي وهذا سفر في مشقة، صحيح، مستحيل، لازم أحسن ترتب الأمور، جدول وتروح، أي بالضبط، وتعرف البلد، ما 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 الأمور صغيرة وكبيرة، ما الأمور التي يحرمها البلد وما الأمور التي يبيحها البلد، بالضبط صح، حتى تعرف ثقافة البلد. أحسنت، هذا نفس أحسنت، هذا نفس رمضان. طبعا هذا يعني تذكر، وهذا رمضان يعني شهر عبادة، شهر أحسن. فإذا دخل رمضان لابد قبل رمضان أن يتدارس المسلم مع إخوانه، مع أبنائه في بيته، مع أهله، جميل، أحكام شهر رمضان، وفي كتب كثيرة مبسطة للصغار والأهل والبيت، حتى يتدارس، حتى يدخل الشهر يعرف ما عليه وما له. يعني شلون نوافق الاستقبال يكون بمعرفة أحكام هذا الشهر، هذا رقم واحد، هذا الأصل، الأصل. كيف تقبل على عبادة وأنت ما تعرف أحكامها؟ سبحان الله، كيف تقبل؟ أنا عبادة كون تستقبل يعني تضع جدول شلون تقضي يومك. لا لا لا، يعني هو ما يمنع أبو عبيد أن الواحد مثلا يدخل في شهر رمضان، بعض إحنا ما نبي نتشدد في الأمر، يدخل في بعض من الرياضة مثلا، صحيح، يعني صلة الرحم، صلة الرحم، العبادات الأخرى. نعم. ولذلك يعني كثير من السلف كانوا يهتمون في شهر رمضان، ويقولون أهل السيرة يذكرون قصة جميلة في استقبال رمضان. كانت جارية عند قوم، والقوم هؤلاء صالحين، أهل طاعة وأهل عبادة وأهل صيام وقيام، فلما قرب رمضان كأنهم احتاجوا إلى شيء من المال، فباعوا هذه الجارية. يقولون أهل السيرة فلما ذهبت إلى قومها الجدد، وجدتهم يتهيئون إلى رمضان بالأكل والشرب كما هو حال، نسأل الله السلامة والعافية، دخل رمضان، انظر الجمعيات كأنها سبحان الله. فلما وجدتهم ونظرت إليهم قالت ما هذا، شنو الطعام هذا والأكل؟ قالوا نستعد لرمضان. قالوا وأنت، قالت لهم وأنتم لا تعرفون لا تعرفون الصيام إلا في رمضان؟ ما هكذا سداد؟ إيه؟ قالت ردوني إلى قومي، الله أكبر، فوالله إن أيامهم كلها رمضان. أحسنت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه، تأكم شهر مبارك، شهر افترض الله صيامه وقيامه. هذا لابد للمسلم أن يحرص على هذا الجانب
بحيث لا يدخل شهر رمضان ممتاز. إلا يعرف جميل. بعض أحكامه. إذا تكون واف استقبال رمضان كيف نستقبله يكون بمعرفة أحكامه مثلا فضل جزاك الله خير أحسنت. بكل أحكامه تعلق فيه أحسنت. هذا هو استقبال أمثل الأصل هذا ولذلك يكون استقبال رمضان في وهذا من أهم الأمور أيوة. تربية النفس جميل أن أربي النفس على أن أستغل كل لحظة في رمضان النية الخالصة النية الخالصة جميل. ولذلك النية الخاصة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في 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 العبادات صحيح. ولذلك يشترطون أهل العلم أنه لا يصح العمل إلا بشرطين صحيح. وذكروا منها نعم. الإخلاص العبادة تكون خالصة لوجه الله عز وجل صحيح. والأمر الآخر هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لو صام أحدهم واعتزل النساء وكما جاء في الحديث المشهور نعم. أي لم يأتي بخير كثير ولذلك تذهب هذه الأعمال هباء منثورا ليش لأنه لم الشرط الآخر وهو المتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ذكر الله عز وجل وقدمنا إلى ما قد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا السبب لأنهم لم يأتوا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم إذن كان واف فعلا يعني نصيحة جزاك الله خير ذهبية لنا ولكل من شاهدنا إن شاء الله أن الإنسان بداية هذا الشهر وقبله أيضا يعني يعقد النية الخالصة على استثمار كل أوقات هذا الشهر أيضا يعني يصلي الجماعة من أول وقت يحضر تكبيرة الإحرام وإن شاء الله تعالى يعان من الله سبحانه وتعالى اسمح لي فاصل وراجع معك إن شاء الله إذا أحبتنا فاصل وراجع لكم في رمضان القيم ابقوا معنا الموفق في هذا الشهر من وفقه الله للطاعة الصلاة مع الجماعة الصدقة البر صلة الرحم إفطار الصائمين قراءة القرآن بتدبر كسوة الفقراء القيام الاعتكاف حسن الخلق طهارة القلب من النفاق ومن الغل والحسد والحقد والكيد ذكر الله على الدوام المسارعة في الخيرات حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد رجعنا معاكم في برنامجكم رمضان القيم عبر هذه الشاشة قناة ثراء من تلفزيون دولة الكويت ودائما نسعد بهذه المتابعة أيها الأحبة ونسأل سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في أيام هذا الشهر الفضيل إذن مرة أخرى رحب بضيفي الفاضل الدكتور نواف مزيد الإسريحي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف حياكم الله دكتور من جديد حياك الله مرحبا دكتور نواف قبل الفاصل تكلمنا معك جزاك الله خير ومع أحبتنا مشاهدي الكرام عن كيفية استقبال رمضان ويعني البعض منا دكتور نواف قد يأتي رمضان عليه ويدخل وهو يعني للتو عرف بقدوم هذا الشهر فيدخل يعني يستقبله كحال كحال بقية الأشهر دكتور نواف نعم. وأن ذكرت مسألة مهمة أن استقبال يعني وقبل استقبال أي حدث مهم في حياتك إذا عدت له يختلف هذا الاستقبال وأيضا يعني تكرم هذا الضيف بالتأكيد دكتور نواف نعم. لا شك أن المسلم لابد له أن إذا دخل رمضان أول أمر بعد أن ذكرنا أنه يعني يتعلم أحكام صحيح. هذا الشهر المبارك لابد له أن يحمد الله عز وجل أن بلغه رمضان هذا المسلم هم أكرمه أحسنت ولذلك قال أحدهم لو قيل لأهل القبور تمنوا قالوا لتمنينا يوما من رمضان الله يوم واحد يوم ما قالوا تجارة ما قالوا سياحة فضل عظيم لذلك هذا اليوم كل ليلة في عتق من النار أحسنت الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يبشر أصحابه أتاكم شهر مبارك الله فرض الله صيامه وقيامه فيه تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان ولله عتقاء في الله كل ليلة الله هذا فضل كبير لذلك يتمناه القبور أحسنت ولذلك المسلم لابد له أن يكثر من الدعاء صحيح وأن يحرص على هذه الليالي والأيام صيام ويعني لسنا كالأوائل صحيح يعني بحمد الله في البيت راحة وتكييف تطلع صحيح. المسجد راحة وتكييف الحمد لله. يعني هذه نعمة عظمى بحد ذاتها أكيد. ولذلك يعني ينبغي للمسلم يعني أن يحرص كل الحرص على هذه العبادة في المسجد أن يحرص على الصلوات الخمس في المسجد نعم. ربما يقصر في فرضين لكن لا يغلبه الشيطان صحيح. ولا يغلبه يعني هو النفس أن يترك العبادة وأن يصلي العشاء ثم يخرج صحيح. وإذا عود نفسه من بداية الشهر إذا عود نفسه المسلم مع أن لا يخرج من المسجد خاصة في صلاة العشاء صحيح. ويدرك
صلاة القيام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كأنك قمت ليلة كاملة. يعني هل ثلث ساعة؟ هذا ثلث ساعة. سبحان الله. بعضنا يتثاقل هذه الأيام. سبحان الله. يعني في الصلاة في غيرها. وربما يكون يعني حظه من 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 صيامه نسأل الله السلامة والعافية السهر والتعب كما جاء رب صائم ليس حظه من صيامه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل إلا السهر والتعب إلا الجوع والعطش وربما قائم الليل ليس من 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 قيامه حظه من قيامه إلا السهر والتعب. هذه هي الإخلاص النية أن تعلم أن الله عز وجل أتى بك من بيتك إلى المسجد لم يأتي يعني لم تأتي أنت بمالك أو جاهك أو قدرتك أو قوتك لا هذا فضل الله هذا فضل منه أحسنت هذا فضل من الله عز وجل اختارك من بين الناس أن تأتي إلى بيت من بيوتك. وهذا كرم الله ذكرت مسألة مهمة الإنسان إذا بلغ هذا الشهر ويعني شاف نفسه يروح المسجد ويصوم الحمد لله ويقوم الليل أن تشكر الله سبحانه وتعالى يعني بهذا الإخلاص بهذه النية الصالحة أنك وفقت لذلك يعني أن تشكر هذا التوفيق هذا شكر يحتاج شكر ما فيها شك أبو عبيد. لذلك المسلم يعني كثير منا نسأل الله السلامة والعافية أن يغفر لنا بداية الشهر يجتهد اجتهاد كبير ثم ما إن ينتهي يقل حتى تدخل العشر فيقل حتى تأتي ليلة القدر فيقل هذه مصيبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر كما لا يخفى على علمك الشريف نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقوم الليل ويشد المؤزر ويوقظ أهله أي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصيام أمور كثيرة تقوي النفس تؤدب النفس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا أؤمن أن الله عز وجل فرض علي واحتساب أحتسب هذا التعب إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك المسلم يحرص كل الحرص أن لا ينسلخ هذا الشهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر مرة فقال آمين آمين آمين. الصحابة ينظرون إلى الموقف الآن فقالوا يا رسول الله قلت آمين آمين آمين. فقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلخ منه انتهى رمضان خرج رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. يعني هذا الشهر فيه من جبريل من والذي يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على هذا الشهر المبارك. والله بعضهم بعض الناس يقول يعني مباريات مسلسلات فوازير برامج هذه كلها باستطاعتك أن تراها بعد رمضان صحيح أنك تراها بعد رمضان ربما تعاد وربما في الأجهزة وغيرها لكن رمضان لا يعود. الله أكبر. قد لا تدركه العام المقبل. اللهم لا تدركه. أحسنت. فقد تحبه كثر. أحسنت. ولذلك يعني بما أن الله عز وجل من عليك في صحيح. في صيام هذا الشهر وأدركت هذا الشهر هذه يعني على قولتنا نحن بروحها صحيح. فضل من الله ومنا وجائزة من الله عز وجل. وتحتاج منك فرحة وشكر. وهذه يعني أن الله عز وجل يقول صحيح. ولئن شكرتم لأزيدنكم. يعني لا بد المسلم أن يلهج يعني لسانه بذكر الله عز وجل أن يقرأ القرآن في رمضان صحيح. أن يتنوع ويحضر الدروس والعبارات والخواطر. ولذلك لابد للمسلم أن يستغل هذه اللحظات يكون ذكي المسلم صحيح. هذه الخواطر أولا بين الأذان والإقامة دعاء مستجاب الله صحيح. فالمسلم بين الأذان والإقامة يجلس وهو دعاء مستجاب صحيح. أيضا يكون وهو صائم دعاء مستجاب عند فطرك أي كم فضل فضلين صحيح. فضلين يعني صحيح. وربما يكون في نزول المطر صحيح. فكم من الفضل والدعوات والخير من الليل وتقيم الليل فهذه صحيح. يعني سبحان الله والمسلم الموفق من وفقه الله عز وجل لإدراك هذه المواضع وهذه صحيح. الأماكن والمسلم أيضا يتنوع في العبادات حتى لا تمل. يقرأ القرآن يقرأ تفسير صحيح هو شهر القرآن تفسير أحسنت كل علم القرآن كريم ويقلب يعني صحيح. يديه في صفحات القرآن. لذلك كان السلف يتركون العبادات صحيح يتركون العبادات يتفرغون لقراءة القرآن يتفرقون صحيح. لقراءة القرآن
ولذلك يختمون الختمة والختمتين والثلاث. صحيح. والشافعي رحمه الله, رحمه الله تعالى, كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة. الله, 60 ختمة, 60 ختمة في الصباح وختمة في المساء, بعد الختمتين باليوم. أحسنت, أي ختمتين باليوم. ولذلك يعني هذه همم بعض الناس. صحيح. يقول هذه يعني أقوام قد خلت, همة عالية. أي ولا يقول هذه يعني أقوام قد خلت, سبحان الله, يعني لا نستطيع أن نصل. لا, الختمة الآن يا أبو عبيد تأخذ منك ثلث ساعة. ثلث ساعة أنت ختمت الجزء الأول. فكل جزء ثلث ساعة. نعم. ولو تبي تحسبها يعني, نعم, يعني يعني الأمر بسيط, لكن الموفق كما قلت بداية الحلقة. صحيح. الموفق من وفقه الله. نعم. عز وجل. الموفق فعلا يعني أبدأ من حيث انتهيت, جزاك الله خير. يكون في البعض يعاهد نفسه. أنا سمعت يعني شخص الله يجزاه خير يعني عاهد نفسه يقول والله سأحاول إن شاء الله ما حييت أن ما طوفني تكبة الإحرام في المسجد. يقول سوف يعان من الله سبحانه وتعالى. فإني سألت فقال والله أنا أحاول أن يعني أعقد النية وأخلص في ذلك, وإن شاء الله سبحانه وتعالى إن الله يعيني. إذا ما حصل ذلك أنا يعني أثاب على إن شاء الله على نيتي وعلى أجري عند الله سبحانه وتعالى. فعقد النية والإخلاص في كرنواف مهم, وسوف تعان إن شاء الله تعالى. شفت هذا الشخص؟ نعم. بشرة. نعم. بالخير الكبير. صحيح. والأجر العظيم بهذه النية الخاصة. بهذه النية الخاصة. ولذلك يذكرني هذا الشخص. نعم. بالإمام أحمد. الله, هذا الشخص اللي ينقل لك هذا يذكرني بالإمام أحمد. كيف ذكرناه؟ قال له, يقول لابنه, يا بني انوي الخير. الله, انوي الخير. فإنك بخير ما نويت. فإنك بخير ما نويت الخير. جميلة جدا هذا والله. يعني هذه مناط العمل كله. أحسن. النية. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم, إنما الأعمال بالنيات. صحيح. أنا أنوي الآن من الآن أني راح أصوم رمضان بفضل الله. صحيح. عز وجل. ونحافظ على الصلوات. والمحافظة على الصلوات وقراءة القرآن. صحيح. وأقول يعني وأنوي في قلبي أني بإخلاص, وأنوي في قلبي أني سأختم القرآن 4-5 ختمات. الله. وأني سأصل رحمي. صحيح. كم من نيات جميلة. كم من نيات. وأني سأفطر الصائمين. صحيح. يعني شوف وإذا نويت بإخلاص حتى لو لم تفعل لك أجر. لم تفعل أنك نويت. صحيح. نويت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وغيرها من الأمور تنوع. إن شاء الله بإذن الله عز وجل إني في رمضان سأخذ عمرة. صحيح. شوف النية هذه. صحيح. ولو ما يعني ما تيسرت الأمور. صدقت. لكني نويت. بالضبط. نعم. فهذه الأمور لا, المسلم لابد أن يكون ذكي ولابد أن يكون حريص في هذا. نعم. الجانب. إذا كنا واف إن شاء الله تعالى عندنا فاصل, وبعده بإذن الله نحاول أن نتحدث يعني كيف الإنسان يستثمر يعني وقته في رمضان, يضع جدول, يعني كل أمور متعلقة إن شاء الله تعالى يعني بهذا الفرح, وكل هذا طبعا يعني فرح بقدوم هذا الشهر الفضيل. فاصل وراجعي معك إن شاء الله. إن شاء الله. أحبتنا فاصل وراجعين لكم في رمضان القيم, ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد, رجعنا معاكم في برنامجكم رمضان القيم عبر هذه الشاشة قناة إثراء من تلفزيون دولة الكويت, ونتابع معكم هذه الحلقة كيف نشعر بنعمة هذا الشهر الفضيل مع ضيفي الفاضل الدكتور نواف مزيد السريحي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور من جديد. الله يحييك. يا مرحبا. فنواف, قبل الفاصل راح نتكلم إن شاء الله عن يعني كيفية استغلال كل أوقات هذا الشهر الفضيل. لكن دكتور قبل ذلك يعني بعض كنواف ربما يعني يقولها بعفوية أو دون قصد يعني حتى لا يعني يؤثم عليها, مسألة يعني والله اليوم مثلا في تعب, حسينا بمشقة, تأفف يعني حتى لو أنه مقاصد, فأذكر هل يعني التنبيه على ذلك الأمر في النواف؟ هو لا شك أن المسلم إذا أتى بالعبادة, وهذه نصيحة يعني أقدمها لنفسي أولا. نعم. فأنا أحوج من نصيحة منكم. الله يسرك. أن يأتي للعبادة. صحيح. تقربا إلى الله عز وجل. لا تأتي للعبادة وأنت تتأفف من العبادة. لا تذهب إلى الصلاة وأنت تريد متى ينتهي الإمام من الصلاة. صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا حزبه أمر واشتد الأمر كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. ولذلك بعض الناس إذا 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 صلى في مع الإمام في المسجد ربما يقول يعني أن الإمام أطال اليوم. صحيح. كان بعض يقول لك والله ترى يحافظ المساجد متى يخلص. سبحان الله. يقول لك تبي والله في مسجد فلان, يعني هذا هم يدخل يمكن في هالمسألة. يعني الله المستعان. احنا نخشى ان الذي يقول هذا يعني انه يصرف عباد الله عز وجل عن العبادات والطاعات, ولذلك يعني بعضهم يتأفف من طول القيام او الصلاه. صحيح. وهي سبحانه تاخذ يمكن نص ساعه ويقول لك طول او طول الامام او طول او شق علينا الامام. هذه الكلمات لا ينبغي ان تقال. والله لو يجلس في مجلس
ربما الساعات الطوال في قيل وقال ما قال هذا الكلام، وهي يعني بيت من بيوت الله، تتنزل الرحمات ويغفر الله عز وجل وخاصة إذا كانت في خواطر ودروس، يقول الله عز وجل قوموا مغفورا لكم، ولذلك يتأفف ويقول هذه الكلمات كأن الله عز وجل يرد عليه، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. يكون في الإنسان من البداية يذهب المسجد يرتاح فيه ويعرف يعني، وخلاص يصلي فيه يعني يأخذ الأجر إن شاء الله تعالى. كان المسجد مأوى لصاحب الهم، لصاحب الدين. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة المسجد فوجد رجل يقال له أبو أمامة جالس في المسجد في غير وقت صلاة، فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالس في وقت غير صلاة، أنت قاعد في 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 المسجد ما في صلاة. فقال أبو أمامة يا رسول الله ديون وهموم، ديون لزمتني وهموم. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا أمامة ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. يقول لأبو أمامة قال كلمات إذا قلتهن ذهب أذهب الله همك، الهم هذا، وقضى عنك دينك. فرح أبو أمامة قال بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام إذا أصبحت وإذا أمسيت قل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، وذكر منها وقهر الرجال. هذا من أذكار الصباح. أحسنت، هذه من أذكار الصباح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات. قال أبو أمامة آخر الحديث يقول فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني. طبعا قالها بإخلاص. بإخلاص أكيد. لا يجرب يعني. لا بد النبي صلى الله عليه وسلم قال له. ولذلك هذه يعني المسجد، أن تأتي للمسجد تأتي لعبادة، تريد أن ترحمة الله عز وجل، تريد أن الله عز وجل يغفر الذنوب. لا تريد، بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يأتي للمسجد ويخرج من المسجد وقد كسب السيئات، نسأل الله السلامة والعافية. هذا شفي وهذا قال وهذا فعل، والإمام طول والإمام بالدرس أطال، ما ينبغي للمسلم هذا. وشهر رمضان أيام معدودة، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا أبو عبيد لم يقول لعلكم تخشعون؟ لعلكم تسلمون؟ لعلكم تؤمنون؟ لأنك تخرج منها بتقوى، هذا المناط العمل. ولذلك قال لعلكم تتقون، لأن حقيقة الصيام هي تقوى الله باستطاعتك، مراقبة تقوى. أحسنت، وباستطاعتك أبو عبيد، وباستطاعتي أدش البيت وأدش بغرفتي وأقفل وأكل وأشرب وأطلع وأقول إني صائم. من اللي منعك؟ وهذه العبادة الوحيدة اللي ما حد يشوفك فيها ولا حد يعرف إني سويتها. من اللي منعك؟ لا أحد، الله سبحانه وتعالى. مراقبة الله. صحيح. أحسنت، مراقبة الله، لأنك تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك ويعلم سرك. التقوى. هذه حقيقة التقوى. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حما، الله عز وجل مو بحاجة. نعم. فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه. طعام وشراب. هذه مصيبة. نعم. أن يأتي المسجد ويتأفف من الصلاة، صل كما أمر الله عز وجل وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. الله عز وجل ليس بحاجة إلى صلاتي وصلاتك، وليس بحاجة إلى صيامي وصيامك. نعم. إنما أراد أن يؤدبنا الله عز وجل، أن نتقي الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور ذكرناه والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه. نعم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يهتم في هذا الجانب وهو مراقبة الله عز وجل والحرص على هذا الجانب. صحيح. أن يأتي لبيت من بيوت الله عز وجل أن يريد ما عند الله عز وجل. هذا هو الإخلاص. كان ولذلك بعض الناس يا أبو عبيد يدخل المسجد ويريد يعني في 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 قراءة القرآن وغيره، لكن الشيطان وهو نفسه تصرفه عنه يمنة ويسرى، فيقول كلام ويتكلم في أناس ويتحدث في أمور الدنيا، وشهر رمضان ينسلخ ولا أخذ منه إلا الزاد القليل، نسأل الله السلامة. نعم. أيضا ذكر نواف يعني مسألة مهمة، ذكر نواف تعلق بكيفية استغلال يعني هذا الشهر الفضيل. مثلا تفضل ذكر نواف يعني المحافظة على أنواع العبادات والطاعات، وهي ما شاء الله يعني متنوعة وكثيرة تكون في هذا الشهر. فذكر شنو اللي يعني حاب توصي فيه مشاهد الكرام نصيحة بهذا الخصوص تكون واف؟ أول العبادات هي قراءة القرآن، لأن شهر رمضان شهر القرآن. صحيح.
وشهر رمضان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في 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 رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يحرص أصحابه على قراءة القرآن في رمضان، ولذلك كان السلف كثير منهم يجعل رمضان يترك العبادات وتعليم الفقه والتوحيد والأخلاق وغيرها من العلوم الشرعية والأدبية، لكنه يعكف على كتاب الله عز وجل، وهذا هو المناط وهذا هو المقصود. فرمضان شهر القرآن، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فتخيل معي أبو عبيد كم يختم المسلم من 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 الختمات له من الأجور، كم له من الأجور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الآيات، وهذه والله عز وجل يذكر هذه الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الأحاديث، يعني حتى المسلم يغتنم كل لحظة في رمضان. صحيح. كل لحظة في رمضان. ولذلك تجد سبحان الله كما قال الله عز وجل أيام معدودات. صحيح. قبل يعني لحظات نهنئ بعضنا بعضا في دخول رمضان. نعم. وما هي إلا أيام وكأنها ساعات. نعم. نبارك في في بالضبط. في الأعياد. كانوا أيضا في مسألة مهمة جزاك الله خير، بما أنك ذكرت مسألة كيف يكون يعني جدولك اليومي في رمضان وما تفعل. ترى البعض يعني يتوسع في المباحات في رمضان، يعني ذكرت قبل قليل يعني في الموائد، خلينا نقول في العزايم، ما شاء الله تشتغل عندنا الغبقات ومناسبات، وهذا امر مباح، لكن يعني استغلال هذا الشهر، هذه امور ان شاء الله لاحق عليها، يعني ان شاء الله كل السنه موجوده. صحيح. لكن استغل يعني كل دقيقه في هذا الشهر تكون اكيد لا شك ان هذه احنا نقولها فسحه. نعم. تكون فسحه مثلا. نعم. يعني لما تكون مثلا غبقه مثلا للاهل وكذا. صحيح. اذا نويت ان هذه صله رحم. صحيح. شوف. صحيح. رجل يأتي لهذه مثلا الغبقة أو الجمع الأهل بنية، ويأتي آخر بنية ربما أخوه. نعم. ربما يجر على الجي هذه، ويأتي نفس الزيارة بنية أخرى. سبحان هذا يؤجر وهذا لا يؤجر. سبحان لأن أمر مباح. هذا يؤجر أنها فيها صلة رحم، وهذا يؤجر جمع وسواله. واضح. نعم. ولذلك يعني من الأعمال التي يعني ينبغي للمسلم أن يهتم فيها إذا تيسرت أمورها العمرة في رمضان. نعم. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عمرة في رمضان تعدل حجة، كما عند البخاري ومسلم. ولذلك يعني غيرها من الأمور يعني صلة الرحم. صحيح. من أراد أن يبسط له في رزقه. صحيح. ويمد له في عمره فليصل رحمه. نعم. غيرها من الأمور إطعام. صحيح. أو إفطار الصائمين. صدقات في رمضان. أيوة. صحيح. وغيرها من الصدقات. فهذه أعمال كثيرة يعني لا تسع في ذكرها. نعم. في هذه اللحظات. نعم. فنوقف عندنا فاصل وراجع معك إن شاء الله تعالى بإذن الله. إذن أحبتنا فاصل وراجع لكم في رمضان القيم، ابقوا معنا. إن من أفضل الأمور لاستقبال هذا الشهر المبارك كثرة الاستغفار. يقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا معكم من جديد في رمضان القيم، ونكون معكم هذه الحلقة عن كيفية استشعار هذه النعمة العظيمة ببلوغ هذا الشهر الفضيل، وكيف نظهر يعني هذه الفرحة، وكيف نشكر الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر الفضيل. رحب من جديد بضيفي الفاضل الدكتور نواف السراحي، حياك الله دكتور نواف من جديد. الله يحييك يا دكتور نواف. يعني أكيد إنسان يعيش دقائق ولحظات هذا الشهر الفضيل يعني يستشعر هذه النعمة العظيمة، وأيضا يعني يعود نفسه أنه ليس بعد انقضاء رمضان يعني ينقطع عن عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان إذا عرف أن مثلا قيام الليل هو كما شرف للمؤمن ورفعه، يعني لا يترك قيام الليل. صحيح. مثلا يعني ومداوم على قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. لا شك. نعم. أن المسلم إذا عود نفسه في رمضان في يعني العبادات، وأهم عبادة هي مواظبة على الصلوات. لا شك. هذه أهم عبادة. نعم. إذا واظب عليها وحرص أن تكون صلواته في المسجد يعني إلا ما ندى، ولذلك يعني المسلم يحرص كل الحرص على هذا الشهر المبارك. نعم. وإذا انتهى رمضان ولم يكن
ولم يكن في بعد رمضان ولم يكن حاله كرمضان، الله أكبر، فعلى قولتنا احنا لا طبنا ولا غدا الشر. يعني تكون اذا استمر هذه علامه ان شاء الله قبول عمله، هذه بشاره حسنه له. ولذلك يقول احد السلف اني لاعلم ان الله اني لاعرف كيف ان الله عز وجل قبل عملي، كيف قبل عملي الله عز وجل، ان الله وفق لطاعة. ايوه قالوا الله. كيف؟ قال اذا وفقني، اذا اطعت الله فوفقني الى طاعه اخرى. الله اكبر. نعم، انما يتقبل الله من المتقين. ولذلك يعني المسلم إذا كان في رمضان يحرص على الصيام والطاعات وحضور الصلوات، تجده بعد رمضان يصوم مثلا 6 من شوال. صحيح، يسارع فيها. ليش؟ يستمر على المواظبة على الصلوات. نعم، فيسارع في هذه العبادة وهي الصيام. صحيح، وكأنها سنن رواتب لرمضان. سبحان الله، سنن رواتب لرمضان. نعم. وأيضا قبل رمضان 2 وخميس مثلا. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان. نعم، أكثر ما يصوم في غيره من الشهور، حديث عائشة المشهور. نعم، كأنها السنن رواتب لما قبل رمضان. فالصلاة لها سنن قبلية وبعدية، ورمضان له سنن قبلية وكأنها، سبحان الله، كأنها تهيئ للنفس. سبحان الله، إذا دخل رمضان كأنك صمت أيام. صحيح، إذا صمت أيام قبل فأنك كأنك تهيئ نفسك. جميل، على الصيام. وبعد رمضان. صحيح، كأنك يعني تلزم هذه النفس على هذا الفعل وهو الصيام، أن لا ينقطع، أن لا ينقطع 2 وخميس. صحيح، 3 أيام من في الشهر. أحسنت. صحيح، والمسلم يعني إذا خرج من هذه من هذا الشهر المبارك وقد كسب توبة من الله عز وجل فقد كسب الخير الكثير. الله أكبر. نعم، كنوا فعلا ذكرت يعني مسألة مهمة، أن المسلم إذا درب نفسه، ورمضان أكيد مدرسة لغرس القيام والأخلاق، وأيضا يعني كنوا في مسألة مهمة، الإنسان إذا وفق أن يعني يصوم عن المباحات، الأكل الخمول والشراب وحتى الجماع وكل الفطرات، أنت إذا توقفت عن هذه الأمور المباحة وهي حاجة، فإنك تستطيع أن تترك الأمور الأخرى يعني اللي هي فيها مضرة لك يعني. أحسن، وهي غير يعني نافعة لك. فإنسان ينتبه أن الله سبحانه وتعالى يعني ما جعلك ذلك إلا لترويض الناس، لتدريبها. لا شك، لا شك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له، الصيام، الحج. صحيح، الزكاة، الصلوات، عمود الدين. نعم، لك إلا الصيام. الله، يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لعظم هالعمل. أحسن، عظيم عظيم. يدع شرابه وطعامه من أجلي. مباحات، أي مباحات. شوف طعام وشراب هذا. ولذلك المسلم إذا 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 تقلب بين هذه الصفحات، صفحات القرآن وصفحات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أستقر رمضان وما هي أحكام رمضان. نعم، خرج من شهر رمضان وهو من الفائزين. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من المشاهدين من الفائزين في رمضان، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. ولذلك المسلم لا 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 يعني لا ينشغل في غير الطاعة في رمضان. صحيح، بعض الناس سبحان الله تجده ربما تنظر إليه ويعني لا ينظر له بالبنان أمام الناس، لكنه عند الله قريب. الله أكبر. تنوع في العبادات. صحيح، يحضر الصلوات لا تغيب عنه، وربما ليس متدين لكنه موفق. سمع الله لأبره. أحسنت. ولذلك كما قلت في بداية الحلقة، الموفق من وفقه الله عز وجل، وفقه الله عز وجل للعبادة، أن يختص الله عز وجل. وما أتى الله عز وجل وما أتى الله عز وجل بهذا العبد من بيته إلى بيت من بيوته إلا ليحبه. الله أكبر. أنا الآن إذا أردت أن يعني أدعو أحد إلى بيتي، ما أدعو أي أحد، أدعو إلا من تحب. أحسنت. صحيح، أدعو الذي أحبه. صحيح، فالله عز وجل أتى بهذا الشخص إلى بيت من بيوته لأنه يحب. الله أكبر. فالله عز وجل كريم. نعم، كان واف أيضا من أهم يعني خلينا نقول القيم والماذا أسمي يعني العبادات العظيمة التي الإنسان يوفق لها في رمضان، المراقبة تكون واف. فالإنسان حتى لم يعود أبناء الصغار على صيام هالشهر، ويزرع فيهم هذه القيمة، يعني قيمة نراقب الله عز وجل، وهي إن شاء الله تعالى يعني تتربى معهم حتى إذا كبروا أنهم يراقبون الله. لأنك تذكرت ما حد شايفكم إلا الله سبحانه وتعالى. فهي قيمة الإنسان يعود نفسه عليها، أن يراقب الله في خلواته. صح، يعني حتى في داخل نفسه كنواف، يعني هذه قيمة عظيمة أكيد. أحسنت. لا شك. أنا الآن لو أقول لك من تخرج من بيتك تراقب بيت. نعم، إلى أن تدخل المسجد هناك كاميرا عليك. كاميرا. صحيح، ما هو شعورك وأنت تمشي؟ تنتبه لكل حركة. نعم، أحسن. ولله المثل الأعلى. لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته. فشق الله هذا الأمر على الصحابة.
وقيل أنها نسخت بآية أخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. الله أكبر. فهذه من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة. الله، نعم. ولذلك المسلم يقع في المعاصي، صحيح، والذنوب والأخطاء والعيوب، لكن المسلم الموفق من وفقه الله عز وجل للرجوع إلى 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 الله عز وجل، والتوبة إلى الله عز وجل. والله عز وجل، مع أن هؤلاء كأمثالنا أذنبوا وأخطأوا، لكن الله عز وجل ناداهم بصفة العباد، بلفظ العباد، صحيح. قال الله عز وجل: قل يا عبادي، سماهم عباد وهم مذنبين وهم مخطئين. قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا. الله أكبر. شوف، ما قال أخطأوا، أسرفوا، يعني أكثروا من الذنوب، سماهم عباد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. إذا ذكرنا وفر أسرار سبحانه وتعالى، إن شاء الله أن يعني يغفر لنا ذنوبنا إن شاء الله تعالى، وهو الرحمن الرحيم. نقول لك دكتور جزاك الله خير وبارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يوفقنا وإياكم لصيام وقيام هذا الشهر الفضيل إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير وبارك الله فيك وإياكم يا رب. أيضا الشكر موصول لكم محبتنا مشاهدين الكرام، مشاهدي برنامج رمضان القيم. انتظرونا إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.